اللي سولتيني على واش الراي ماشي في الطريق السليم واش او في ايادي امينه، فهاد الاوينه التاليه يعني هادي عامين وسيرتو هاد العام ظهروا بعض الفنانه مغاربه منهم واحد المغربي اكس بلا ما نجبد سميتو اللي كيغني واحد الراي اللي هو اصلا في الجزائر ما كيسمعوش الجزائري اللي سميتو الراي المشرمل، الراي ديال اللي كباغي ديال سيس وارجع ارجع. هذا الراي هذا باش يعرفوا الناس والمغاربه يعرفوا هذا الراي هذا كيتغنى في الكباري، يعني ما يخدش بلا ما يدوز في التلفزه ولا في الراديو ولا يتغنى في اعراس نقيه اللي فيهم الناس والاسر العريقه المؤصله. وفي الجزائر كيكونوا كاينين بعض البرامج اللي في التلفزه اللي كيحاربوا هذا النوع ديال هذا الغناء هذا اللي ولا سميتو الواي واي الراي المشرمل. مالوروزمون كارثه انه ولا هذا الراي كيتغنى عندنا هنا، والله بعض المغنيين ديالنا كيدخلوا لنا ولا حتى في باش كنقولوا حتى في كنشوفوا ولينا كنسمعوه في الاذاعات ولينا كنشوفوه في يعني في شي بلايص اللي ما خصهمش يدوز فيهم. يعني هذه راه كارثه خطيره بحال كتقول فيروس خطير، وحتى لي جون ديالنا والدراري اللي طالعين ربما ما غاديش يبقاو يفرقوا ما بين الراي النقي والراي المشرمل، هذه كارثه طبيعيه. انا كنتمنى الميساج يوصل ويوصل للناس اللي كيفهموا يعرفوا بان راه كاين الراي النقي والراي المشرمل. ذاك الراي المشرمل الاصل ديالو جاي من الجزائر، ماشي الجزائريين كاملين كيغنيو الراي المشرمل، كاينين جزائريين مغنيين راقيين منهم الشاب عاقي الله يرحمه الشاب حسني خالد مامي قادر الجابوني، كاين بعض المغنيين اللي كيغنيو يعني راي نقي في المستوى. اما هادشي اللي ولا كيتغنى دابا اللي كيقولوا الغنى ديال الاوتوتين، شنو هو الاوتوتين؟ هي واحد لاباري ولا كيغنيو بها روبو، يعني اي واحد يقدر يغني بها يبان كيغني مزيان، وفيه واحد الكلام طايح ساقط خايب خانز ما نقدرش نسمعوه مع والدينا. هذه كارثه، وكنتمنى ان الناس المسؤولين الناس اللي كيشاهدوني هذه كارثه خطيره. هذا الراي اللي ولا كيدخل البلاد راه كيدمر الشباب، وهو السبب ديال هذا التناول الاقراص الاكستا بعض الحبوب المهمه لا دروغ القرقوبي اللي كيدخلنا من بعض البلايص لاولادنا وخوتنا والاطفال ديالنا كيتناولوا هذا القرقوبي وكيسمعوا هذه الموسيقى، وهي السبب ديالهم باش ولاو كيتناولوا هذا الاقراص اللي هو الاكستا.